الدكتور مصطفى السعيد الوزير الاقتصادي الأسبق وأيضا الخبير الاقتصادي. كنت حابب أسأل حضرتك في البداية الرؤية اللي تم طرح بها الندوة للمجتمع أو للصحفيين المصريين. الآن احنا بنتكلم عن أوضاع اقتصادية صعبة يمر بها الاقتصاد المصري. هذه صعوبات عديدة فيما يتعلق بنقص المواد في عقد بجانب المدفوعات إلى آخره، احتياط البنك المركزي إلى آخره. والسؤال المطروح الآن على الجميع، كيف نخرج من هذا الموقف؟ كيف نتغلب على هذه المشاكل والصعوبات؟ والحل من وجهة نظري اللي أنا طرحته في هذه الندوة هو أن نحترم صندوق الانتخاب، وأن يتم تأليف وزارة تستند إلى القوة الموجودة داخل مجلس الشعب حتى نستطيع أن نجد من نسائله من خلال البرلمان ومن خلال الرأي العام، وأن نقبل ما تفرضه الديمقراطية من وجود أغلبية تحكم وأقلية تكون في مجال المعارضة. والمعارضة في النظام الديمقراطي لا تقل أهمية عن الأغلبية وعن الحكم. فإذا المخرج هو أن نحترم الديمقراطية وأن نؤمن بها، وإيماننا بالديمقراطية يعني أن تكون صندوق الانتخاب هو الفيصل في من يحكم. دكتور، احنا عندنا إشاعات في الشارع المصري بتقول إن هناك ضغط عربي على الاقتصاد المصري من أجل عدم محاكمة مبارك وآخرين، هل هذه الأقاويل صحيحة أم هناك رأي آخر؟ ضغط عربي هو عمرو حاجة، ده أنت اللي بعمل في نفسك. هناك كان وعودات. يا سيدي أنا لا أقبل أن نلقي العبء واللوم على الآخرين. المشكلة في سلوكيات القوى السياسية داخل مصر، ثم يأتي بعد ذلك عندما يتحقق الاستقرار ستجد الدول العربية أن لها مصالح أن تتواجد في مصر وأن تساهم بالاستثمارات في مصر وأن يتحقق التعاون والتكامل. صحيح يا حبذا لو أن الدول العربية ساعدت مصر في هذه المرحلة للخروج من الأزمة الطاحنة الخاصة بنقص السيولة، خاصة أن هذا من الممكن أن يتم عن طريق ودائع تودع في البنك المركزي، عن طريق قروض، عن طريق استثمارات إلى آخره، لأن هذا يعكس التعاون ويعكس الأهمية التي يجب أن تسود بين الدول العربية لتحقيق، لأن كل دولة عربية أمامها تحديات، فلازمنا التكاتف والتكامل علشان خاطر نحقق المزيد من التضامن. حضرتك تحدثت من خلال حديثك في الندوة أن هناك أو ثمة علاقة بين الديمقراطية وبين الوضع الاقتصادي. كنا نسمع أن هناك علاقة بين الاستثمارات أو الوضع الاقتصادي والأمن، ولكن ما هو مفهومك من ناحية تلك النظرية؟ الديمقراطية مفهومها إيه؟ مفهومها أن توجد حرية، أن توجد مناقشات موضوعية، أن الأقلية تحترم ما يسفر عنه صندوق الانتخاب. في هذه الحالة وبالنسبة لمصر ده هيزيد من انتماء الشعب المصري لمجتمعه، ده يجعل الشعب المصري يشعر بأن الحكومة تعمل لصالحه، وبالتالي حالة عدم المبالاة أو عدم الاهتمام تجاه الحكومة ممكن أن يزول ويحل محله التحالف والعمل الجاد من أجل تحقيق الأهداف حكومة وشعبا. فالديمقراطية لها ميزات كثيرة من الناحية الاقتصادية كمان. طبعا الديمقراطية معناها سيادة القانون، وهذا هو عنصر أساسي لجذب الاستثمارات. المستثمر عندما يشعر بأن القانون له سيادة وأن الجميع يحترم القانون، يبقى في هذه الحالة يستطيع أن يأخذ قراره بالاستثمار. أما إذا كان ما فيش ديمقراطية وبالتالي ما فيش سيادة القانون، يبقى في هذه الحالة هناك تخوفات وهناك قلق وهناك امتناع عن الاستثمار. هناك سيناريو فكرة ان الشباب بيحملوا نتيجة ما حدث من شباب التحرير وغيرهم، الشباب مش لاقي حكومة بترد على مطالبه بسرعة، بتبقى حكومة رد فعل وبطيئة وعلى مدى بعيد،
فهو مش لاقي قدامه غير ميدان التحرير. لما بيطلع تظاهر في ميدان التحرير بنحمله مسؤولية التدهور الاقتصادي والخسارة المالية وهبوط أسهم البورصة وغيرها. كيف تقرأ هذا المشهد؟ سيدي، الاحترام الكامل للدور الذي قام به الشباب في تحقيق هذه الثورة المجيدة، محدش مختلف إطلاقا حول ذلك. ولكن أليس الوضع الطبيعي لهؤلاء الشباب أن يتحدوا ويكونوا أحزاب قوية، ومن خلال هذه الأحزاب يطرحوا فكرهم ويكونوا كدرتهم ويظلوا في المعارضة إلى أن تأتي انتخابات قادمة يستطيعون من خلالها أن يحققوا مكسبا ويدخلوا مجلس الشعب وتكون لهم الأغلبية وتكون لهم الحكومة؟ هذا الوضع أفضل أم استمرار التواجد في ميدان التحرير والمناداة بسقوط المؤسسة العسكرية والمناداة بسقوط الحكومة، نسخة الحكومة، نسخة المؤسسة العسكرية، ثم ماذا؟ أنا بسألك أنت كشعب، ثم ماذا؟ خلينا نحكم العقل، نحترم الديمقراطية. الديمقراطية بتقول والله صندوق الانتخاب هو الأساس، صندوق الانتخاب انتهى إلى حزب معين هو اللي يحكم، والحزب الآخر يبقى في المعارضة. الشباب لابد أن بل هو كان قائم بمثورة دي مش عشان تحقيق الديمقراطية. طب ما يحدث الآن، هل هو متفق مع الديمقراطية؟ أسئلة كثيرة بتطرح، ويتعين علينا أن نعي وأن ندرك وأن نتخذ القرار السليم مع الاحترام الكامل لحق الشباب أن يتواجد سياسيا. خلاص، صندوق الانتخاب فرض عليه أن يكون في المعارضة، خليه في المعارضة. المعارضة في الديمقراطية أهم من الأغلبية، وبالعكس من في المعارضة في وضع أفضل. يهتم لإجاباته الكثيرون، هل مصر على أعتاب إفلاس؟ مش حاجة اسمها إفلاس، لكن في صعوبات، في مشاكل ممكن تتوقف عن سداد بعض الديون، ولكن ليس هذا إفلاس بالنسبة للدولة. يعني فكرة الإفلاس لا تنطبق على الدولة ولكن تنطبق على الأفراد. ممكن يحدث عجز، ممكن يحدث تأخير في سداد المديونيات خاصة بالنسبة للجهات الأجنبية، لكن بالنسبة للمحليات فأنت عندك وسائل عديدة لسد عجز الموازنة العامة، ولا يمكن الدولة أن تفلس. آخر سؤال يا فندم، كيف تقيم الإعلام وفي أي مكان تضعه، حتى ولو كان هذا المكان في قفص الاتهام؟ الإعلام المصري سواء الخاص أو الحكومي، الإعلام المصري لجأ في الفترة الأخيرة إلى الإثارة وإلى إثارة اتجاهات دون محاولة التهدئة ومحاولة تحقيق الاستقرار. وأعتقد هذه الرسالة قد أعطيت لكثير من المسؤولين عن الإعلام المصري العام والخاص. وألا أستطيع أن أشاهد في خلال الأسابيع الأخيرة أن هناك اتجاه من الإعلام المصري أن يسعى إلى تهدئة المواقف وأن يناقش الأمور دون إثارة وموضوعية، ونأمل أن يستمر هذا الاتجاه.